Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ya ahlan wa sahlan bil jami', atmana anno kullakum tkunu bkhir. Eliom bi'izni Allah rah nkemmel ad-dama'ir w rah nakhod le pronom on. Rah nta'arraf alayh w rah nta'arraf ala istikhdamato. Tayeb, awwal shay, awwal istikhdam lo ba'd al-fi'l rah yjina harf al-jar do. Ba'd harf al-jar do إما رح يجي شيء أو مكان، لكن ننتبه ما رح يكون شخص. لو جاء بعد الدو شخص ما رح نستخدم دا الضمير، ما رح نستخدم لبخنو أو. أوكي، إذا أول استخدام إذا جاء فعل بعد الفعل حرف الجر دو، زي عندي جو باغل دو سون بروجي، أنا أتكلم عن المشروع. حابة أنه أنا أحط ضمير وأقول أنه أنا جالسة أتكلم عنه، أنا جالسة أتكلم عنه. أوكي، طيب إيش راح أسوي؟ راح أشيل الدو واللي بعدها وراح أحط الضمير قبل الفعل، حيصير زي هنا جون بارل. جون بارل يعني أنا أتحدث عنه. مثلا il rêve de son travail، هو يحلم بعمله، فأنا حابة أحط ضمير، حابة أقول هو يحلم به. أوكي، هو يحلم به أو يحلم فيه. فإيش راح أسوي؟ راح أحط الضمير قبل الفعل، قبل rêve راح أحط أو وأحذف دو سون ترافاي. إذن راح تصير بدها الشكل إيلون غاز، هو يحلم به. طيب ناخد أمثلة كمان. جو سوي كونتونت دو ريزولتا، أنا سعيدة بالنتائج. فهنا عندي اتر كونتونت دو. أوكي، فإيش راح أسوي؟ أبعوض فيها الضمير، حابة أقول أنا سعيدة بها، فرح أشيل دو ريزولتا ورح أحط الضمير أون قبل الفعل اللي هو قبل اتر، حتصير جون سوي كونتونت، أنا سعيدة بها. هنا مثلا إلي فيا دو ريزولتا، هو فخور بالنتائج، فحابة أقول هو فخور فيها أو هو فخور بها. فإيش راح أسوي؟ راح أشيل دو ريزولتا وراح أحط الأون قبل الفعل اللي هو قبل اتر، راح تصير بدا الشكل إلوني فيا. أوكي، إذن لين دحين أخذنا اتر كونتونت دو، اتر fier de، وكمان أخذنا parler de، rêver de، كمان عندنا avoir besoin de، avoir envie de. زي هنا vous avez besoin de repos، أنت تحتاج إلى الراحة، فأنا حابة أقول أنت تحتاجها أو تحتاج ليها، يعني حابة أعوض بضمير، فرح أشيل دي الكلمة كلمتين دوبو ورح أحط الضمير قبل الفعل قبل أفواغ قبل أفي، رح يكون بدا الشكل وزون أفي بوزوان. طيب هنا إلى أنفي دو بارتير، هو يحتاج إلى الرحيل، فأنا حابة أقول هو يحتاجها أو يريده، يعني يريد أنه يرحل، يعني حابة نعوض فيها بدالها بضمير، فرح أحط الضمير، رح أشيل دو بارتير وأحط الضمير قبل أفواغ اللي هو قبل أ، رح تصير بدا الشكل إيلونا أنفي. تمام. طيب عندي كمان فعل venir دو،
زي je viens de la piscine، أنا قادمة من أو عدت من المسبح، de la piscine. فإيش راح أسوي؟ بما إنه جاء فعل بعده دو، بعده جاء مكان، ومثلا حابة أقول أنا جيت أو عدت منه، فراح أحط أشيل دولة وراح أحط الأم قبل الفعل قبل فيان. أوكي، ف هنا بس في خطأ، هتكون هتصير بهذا الشكل جون فيان، أنا عدت منه. أوكي، هي أصلا جو فيان دو لا بيسين، هتصير جون فيان. إذن أول حالة لما يكون عندي فعل بعد الفعل يجي حرف الجر دو، بعد دو يجي شيء أو مكان. طيب لو مثلا بعد الدو جاء شخص، زي je parle de votre père، أنا أتحدث عن أبيك، فهنا بعد الدو جاء votre père، أبيك شخص. فكيف راح أعوض الضمير؟ إيش الضمير اللي راح أستخدمه؟ راح أستخدم تونيك، اللي هي لبخونو تونيك، اللي هما دولة. لما أعوض بلبخونو تونيك راح أحتفظ ب اللي هو حرف الجر دو، راح أخليه زي ما هو، بس راح أشيل فوتخو بيغ وأحط مكانها إذا مفرد مذكر راح أحط لوي. Je parle de lui، أنا أتحدث عنه. لو كنت أتحدث عن مفرد مؤنث راح أحط ال. لو كنت أتحدث عن نفسي راح أكون مو، وإذا كنت أتحدث عنك لشخص قدامي راح تكون توا. نو عن نحن، فو عن إذا كان رسمية أو إذا كانوا مجموعة قدامك، وإذا كان هم جمع مذكر، و ال افيك اس إذا كان جمع مؤنث. إذن راح أعوض ب لبخونو تونيك لو كان بعد الدو يتحدث عن شخص. طيب تاني حالة لبخونو أو، إذا كان عندي البارتيتيف بعضا من، إذا جاء عندي فعل بعد الفعل جاء اللي هي أدوات البارتيتيف دو لا دو دو الابوستروف أو دي، فدول كلهم راح أشيلهم وراح أحط الضمير أو قبل الفعل. مثلا فو مانجي دو لا فيوند، أنت تأكل من اللحم، فأنا حابة أقول أنت تأكل منه، فإيش راح أسوي؟ راح أشيل دو لا فيوند وأحط مكانها أو، لكن راح أحطه قبل الفعل اللي هو فعل مانجي، أحطه قبلها، حيصير بدا الشكل فوزون مانجي، أنا أو أنت تأكل منه. طيب هنا فو بوفي دو فان، أنت تشرب بعض من الخمر، ف راح أشيلها وراح أعوض ب أو، وراح يكون موقعها هنا قبل الفعل بهذا الشكل. هنا vous avez des fruits، عندي des fruits، فحابة أعوض أنت اشتريت منهم يعني بضمير، فراح أحط الأم هنا قبل الفعل. كمان vous avez des enfants، هل أنت لديك أطفال؟ فحب أجاوب أقول إيوة عندي اثنين مثلا، فراح أشيل des enfants وأحط الأم قبل avoir، وراح أقول العدد. هنا مثلا أنا جالسة أسأل
هل أنت عندك أطفال؟ الأطفال ينعدوا، شيء قابل للعد. فأنا أقول، أحب أقول أنا عندي منهم اثنين، فمنهم دي رح يكون هي لبخنو أم، حيكون جوني جوني. أنا عندي منهم، ولازم أقول كم عندي منهم، اثنين ثلاثة أربعة، فهنا جوني دو. مثلا vous avez une voiture، هل أنت لديك سيارة؟ لو لاحظنا من الاستخدام لبخنو أو verb بعده رح يكون عندي تعداد، إذا دي الحالة الثالثة، لما يجي عندي verb بعده يجي تعدادات 1 2 3 4، زي دي الأمثلة اللي عندي. vous avez une voiture، فأنا جالسة أسأل هل أنت عندك سيارة، فالسيارة شيء قابل للعد. أوكي، فأنت رح تقول لي أنا عندي واحدة أو أنا عندي اثنين. أنا عندي منهم، أوكي، فلازم أعوض بضمير، فراح أحط الضمير قبل أفواغ، وبعدين أحط بعد الفعل أحط كم عندي بالضبط، زي هنا جوني اون، أنا عندي واحدة. أوكي، طيب مثلا هنا il y a 30 étudiants، هل أنت في عندك 30 طالب؟ جالس أسأل هل عندك 30 طالب؟ شايفين هنا بعد أفواغ جاء عندي رقم تعداد، إذن لما أجي أعوض بضمير راح أستخدم le pronom on، فحقول non il y en a 4، في عندي منهم أربعة، في عندي منهم من الطلاب أربعة. إذا ثالث استخدام عندي لما يكون عندي verb بعد الverb يكون عندي أرقام تعداد، تمام. إذا أول استخدام لما كان عندي الverb بعد دو وبعده شيء أو مكان، ثاني استخدام لما يكون عندي الباختيتيف، verb بعده أدوات الباختيتيف، أو إذا كان عندي verb بعده تعداد، بعده أرقام 1 2 3 30. أوكي، طيب عندي كمان من استخداماته، دي راح تكون الرابعة، الاستخدام الرابع لما أتكلم عن الكميات، plusieurs beaucoup de assez de trop de un kilo de un paquet de، دي كلها كميات. مثلا tu as un kilo de sucre، هل أنت عندك كيلو من السكر؟ فأنا حابة أقول أيوة عندي منه، أيوة عندي منه، منه. فكيف منه دي كيف راح تكون؟ بما إني عندي أتكلم عن كميات un kilo de sucre، فأنا راح أشيلها كلها، راح أشيل de sucre وأحط ال un قبل الفعل اللي هو قبل أفواغ، فأنا رح أجاوب وأقول إيوة وي جوني أن كيلو، أنا عندي منه كيلو. من إيش؟ من السكر، بس خلاص أنا شلت السكر وعوضت مكانها بالضمير اللي هو أن. مثلا تشوا بوكو دو توم، هل أنت عندك الكثير من الوقت؟ فأنا راح أشيل دو تون وأعوض مكانها ب أون، هقول وي جوني بوكو، أنا عندي منه الكثير. إذا رابع استخدام لما أتكلم عن الكميات زي دي الكلمات. خامس استخدام والأخير اللي هو مع تعابير معينة، عندي تعابير معينة في اللغة الفرنسية، هو فيها كده ذات ضمير، فيها أم ما لها معنى، هي كده جاية فيها الأم. مثلا لما أجي أقول
جو مو في جو مو في يعني معناها أغفواغ أو أنا ذاهبة. أوكي جو مو في أغفواغ أنا رايحة خلاص. أوكي مثلا عندي كمان جو ني أسي أو جو ني ماغ. دي تعابير شائعة في اللغة الفرنسية، هي فيها دا الضمير ثابت ما يتغير. جو ني أسي أو جو ني ماغ معناها سا سوفي أو دا يكفي. أوكي خلاص اكتفيت. تمام إذا دي استخدامات لبخونو أو، نراجعها. لما يكون عندي دو بعد دو يكون مكان أو مكان أو شيء ومو شخص، لأنه لو كان شخص راح نستخدم التونيك. كمان لو بتكلم عن البارتيتيف، لو شفت أدوات البارتيتيف فكمان راح استخدم دا الضمير. كمان مع تعبيرات معينة، طبعا أنا ما حطيت كل التعبيرات لأنها مليانة، بس كأمثلة دي التعبير كأمثلة. أوكي إن شاء الله يكون الدرس سهل. لا تنسوا تحلوا التمارين اللي راح تكون تحت في الوصف، وكمان إذا حابين تحملوا سلايدات راح تلاقوها كمان في الرابط اللي في الوصف. ميرسي بوكو et au revoir.